انا هوريك حاجه وعايز اعرف تعليقك يعني. انا في ناس من الجمعيه العموميه دايما تبعت لي مسجات تقول لي يا استاذ محمد في كذا يرضيك كذا حاجات كده يعني. من ضمنها في رسائل, وانا حتى النهارده حطيت الرسالتين, رساله منكم ورساله من القائمه الاخرى, لو نشوفها على الشاشه يا جماعه وهاتوها لنا كده هنا برضو لو سمحتوا عشان خاطر برضو ايه المهندس هشام يبقى معانا. بص يا فندم, الزمالك في خطر, انتبهوا ايها السيدات. جات لي يا فندم. ما انت عضو جمعيه عموميه. أيوة. هتجيلك. لا عضو جمعيه عموميه, انا اسمي ما كانش في الكشوفات. ازاي؟ اول كشوفات اتعلقت اسمي, لا انا مرشح وورقي مقبول ومقدمه كل حاجه. انت مرشح ولست ناخب؟ ولا انا ولا مصطفى عبد الخالق, الدكتور مصطفى عبد الخالق اسمنا موجود في الكشوفات يعني. ولولا تدخل الجهات المسؤوله ما كانش اسمي نزل في الكشوفات. يعني انا مرشح ولكني لست ناخب. لست ناخب. يعني ما تخشش, ما يدخلكش, تدي صوتك لنفسك يعني. ما يدخلكش اصلا. طيب الزمالك في خطر, انتبهوا ايها السيدات والساده الاعضاء قيامه المستشار مرتضى منصور, انتوا عاملين ثقه هنا في حضرتك ليس لها حدود, انزل شارك 11/2 قائمة اللواء احمد سليمان. عندي انطباعين, اللفظ طبعا في خطر يعني خطر منكم, والزمالك في خطر من مين؟ من القائمة بتاعتكم المقصود بها كده. فعايز تعليقك على دي, واسم الزمالك اتحط في الرسالة برضو واستغلاله, وهل الرسائل دي كده بتخرج بشكل شخصي ولا النادي اللي بيعملها, خصوصا ان انا شفت رسالة تانية برضو زي دي, من فضلك الحضور الى مقر النادي لو برضو نطلعها يا جماعه, لاستلام بطاقه العضويه الخاصه بسيادتكم, وعايز تعليق عليها برضو, لحضور الجمعيه العموميه المقرر انعقادها يوم الجمعه 11/2/22 اهي, منعا لتوقيع غرامه قدرها 1000 جنيه على سيادتكم. انا هبتدي بالاخرانيه. الرساله الاخرانيه دي لما يكون كل قرار قائم على تهديد, يا تيجي 1000 جنيه يا تيجي, ومفيش اصلا حاجه في اللائحه اسمها 1000 جنيه. ده لازم يبقى معتمد في اللائحه بتاعتك والجمعيه العموميه موافقه عليه, انك لو ما حضرتش تدفع كذا. فعلى طول لو ما جيتش تحضر وتجيب اللعيبه بتاعتك واولياء الامور عندك, انت بره الجهاز او هخصم منك شهر من مرتب. هذا الكلام ارسل للمدربين والاجهزه الفنيه بتاعت كل الالعاب. تيجي وتجيب اللعيبه واولياء الامور بتاعتك, ولو ما جيتش هيتخصم منك كذا. طب يا جماعه كان عندنا رساله من كام يوم كده, يا ريت تطلعوها لنا. يبقى 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 الموضوع كله قائم على التهديد. وبعد التهديد يقول لك الزمالك في خطر. خطر من مين؟ هو في اخطر من اللي احنا فيه؟ منكو يعني. انا بص حضرتك, انا هقول اخر 30 سنه ما هو وضع نادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك اتنمى؟ هل اتطور؟ هل حقق بطولات غزيرة او يعني كما يقال؟ لا. اعمل كده كيرف وشوف نادي الزمالك الكيرف بتاعه فين في اخر 30 سنة.